السلام عليكم ورحمة الله محبي ومتابعي برو ريفيو، مرحبا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من خلالها نتعرفوا على أفضل بديل لسماعات ايربود لشركة أبل، واللي كتجي بأقل من نصف ثمن ايربود أبل الغنية عن التعريف، واللي كتقدم مميزات وجودة صوت عالية بثمن رخيص جدا. إذا كنت أول مرة عندك على القناة ديالنا فكنصحك بالاشتراك في القناة وأيضا تفعيل زر الجرس والتنبيهات باش يوصلك الجديد. يلا بنا. العلبة كتجي على هذا الشكل هذا بالأزرق ايربودز A10S. كابل الشارج كيجي برأس USB، أيضا هذا البلاستيك، وعندنا البواطة وكتيب الإرشادات. أول انطباع ملي كتفتح البواطة وكتشدها في يدك كتلمس على أن الخامات المستعملة في هذه البواطة هي خامات متوسطة، ماشي الخامات من البلاستيك يعني الجيد، وأيضا ماشي من البلاستيك الرديء العيان بين وبين. أيضا إذا علمنا أن الثمن هاد الايربود الثمن في السوق المغربي عفوا هو ما بين 200 درهم إلى 250 درهم، غادي نخلي لكم في خانة الوصف واحد الرابط اللي بغى يشريها بثمن اللي هو 200 درهم. ايضا ديزاين اللي هو كيف ما كتشوفوا ديزاين مزيان مزيون مقبول، ايضا الحجم ديالها متوسط، قد الانسان يديرها في الجيب ديالو، غادي تاخذ مساحه ولكن تقدر دار يعني دايزه. ايضا هاد السماعات كتعتبروا من افضل السماعات في الفئه السعريه اللي هي متواجدة فيها. التقنية المستعملة في البلوتوث هي 5.0 اللي كتعتبر جيدة. المساحة اللي كتشد في البلوتوث كتوصل إلى 10 أمتار مربع، أيضا متوافقة مع جميع أجهزة الأندرويد وأيضا أجهزة الأبل، كتخدم عن طريق اللمس عن طريق البصمات من هذه النقطة هذه. مرة أخرى اعذروني لأنني ما أقدرش نكونكتيها مع الهاتف، لأن الهاتف اللي نقد أنني نكونكتي بها هو نفسه اللي كنصور به، ولكن هي طريقة سهلة ومعروفة. أيضا السماعة كل سماعة على حدة سعة الشحن فيها هي 40 ملي أمبر، بينما صندوق طاقة الشحن أو بنك الطاقة هو 1800 ملي أمبر، هو رقم جيد معقول مقارنة مع الحجم ديالها. الوقت اللي كتاخد باش تشحن ككل 100% هو وقت ساعتين، ووقت طويل نسبيا ولكن جيد إذا علمنا أنها قد أنها تخدم لنا الليزيات لمدة 4 ساعات متواصلة دون توقف. ايضا ليزيات كيخدموا بنوع من الذكاء الصناعي، بحيث انها كتوقف بمجرد انك كتحيدها من الاذن ديالك ما كتبقاش مكونكتيها، وهذه يعني نقطة تحسب لهاد الليزيات. كيف ما قلنا ليزيات من الفئة المتوسطة، الثمن ديالها ما غاليش، وغادي يعوضك على سماعات الابل اللي هي معروفة انها الثمن ديالها طالع. ايضا الصندوق كيعمل ك بنك طاقة، يمكن لك انك تشارجي من هذا الصندوق الهاتف ديالك، ولكن انا لا انصح به بتاتا، لان بمجرد ما كتربطه بالهاتف كتحس بان هذا الصندوق كيهبط في البلاصة من الشارج، يعني كيستنزف الهاتف كيستنزف الطاقة ديال
ديال هذا الصندوق، خليونا غير نخدموها بالشيء اللي تصنعت ليلو اللي هو ليزيات، ويكون امر جيد وغادي يعوضكم على سماعات الابل. اذا كان هذا هو فيديو اليوم، ارجو ان اكون قد وفقت ولو قليلا في تقريبكم لهذا الايربودز اللي تستحق الشراء. طبعا اذا عرفنا ان الثمن ديالها مره اخرى انها ما بين 200 درهم الى 250 درهم. ومرة أخرى أيضا أدعوكم للاشتراك، الناس اللي أول مرة هتحضر معنا في القناة أو في الفيديو أدعوكم للاشتراك والضغط على زر الجرس لتتوصلوا بالجديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.